صلواتي 5 في اليوم، من ساعة ما اصحى من النوم ما سبش ابدا صلواتي، صارت من اجمل عباداتي. يا رب تقبل صلواتي. ابعد ابعد يا شيطان، قلبي منور بالايمان، اول ما اسمع الاذان اجري واصلي للرحمن. بندق بندق اخر شقاوة، مامته تنضف يرمي زبالة، عيب يا بندق عيب ارمي في الصندوق. دي النظافة من الإيمان، فرضها علينا الرحمن. عيب يا بندق عيب ارمي في الصندوق. دي النظافة من الإيمان، فرضها علينا الرحمن. العصفورة جمعت قش، قشة وقشة بنت العش، قشها عالي عند الشجرة، يعلو يعلو عند القمر. من عرفها مكان القش؟ من علمها تبني العش؟ هو الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، وإن سألتم عن نبيي فهو إنسان عظيم، وإن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، وإن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم. أنا مسلم أبداً لا أنسى أركان الإسلام الخمسة، أولها أشهد بلساني وبقلبي وبكل كياني، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثانيها إقامة صلواتي، هي قرة عيني وحياتي. ثالثها إيتاء الزكاة، يمنحني رب البركات. رابعها صوم رمضان، شهر الرحمة والغفران. خامسها عند المقدرة، فالحج سبيل المغفرة. لما أحب أروح أتوضأ أسمي الله، لما أحب أروح أتوضأ أسمي الله، أغسل إيدي 3 مرات وأتمضمض 3 مرات وأستنشق 3 مرات وأحب الله. أغسل وشي كله 3 مرات، اغسل ايدي للمرفق 3 مرات، امسح راسي امسح اذني، واغسل رجلي للكعبين 3 مرات. لما احب اروح اتوضا اسمي الله، اغسل ايدي 3 مرات واتمضمض 3 مرات واستنشق 3 مرات واحب الله. اغسل وشي كله 3 مرات، امسح ايدي للمرفق 3 مرات، امسح راسي امسح اذني، واغسل رجلي للكعبين 3 مرات. جدو جدو قال لازم تبقى امين، لما تلاقي حاجه تقول دي بتاعت مين؟ اقول دي بتاعتي؟ لا لا لا، اخدها لوحدي؟ لا لا لا، امال اعمل ايه؟ اقول دي بتاعت مين؟ أقول دي بتاعت مين؟